أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة مع أسرة مصرية جديدة. بنتعرف على أفرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه، بنشاركهم أفكارهم أحلامهم لبكرة، بنعرف دور كل واحد اللي عايز يقدمه لبلده إيه. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرتنا لهذه الليلة هي أسرة نبيلة من الطبقة المتوسطة، ينطلق نبلها من أسلوب التفكير المصري المعتاد القائم على إنكار الذات والتضحية بالحاضر في سبيل مستقبل الأبناء. الأب هو الأستاذ شريف جلال، أمين الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس العريقة. أما الأم فهي السيدة آمال علي حسن، الموظفة بإحدى المستشفيات الحكومية. جوهرة تاج الأسرة هما الابن الصغرى رؤى والابن الأكبر محمد، زهرتان صغيرتان تبشران بمستقبل مبهر لهذا الوطن. كلاهما شديد التفوق في دراسته وهوايته في نفس الوقت. الهواية التي زرع الأب حبها بداخلهم كما يسعى للتأكد من قدرتهم على حماية نجاحهم في المستقبل، رياضة الدفاع عن النفس الشهيرة التايكوندو. يتفوق الابن الأكبر على نفسه ليصبح من أبطال الجمهورية في اللعبة بمساعدة مدربه الذي يعتز به حتى يصر على وجوده ضيفا في حلقة الليلة، الكابتن علاء إسماعيل مدرب المنتخب السابق. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من بيت العيله، ومعانا اسره جديده متميزه كالعاده في مجال اختصاصاتهم. لكن اهم ما يميز الاسره دي، زي اسر مصريه كتير استضفناها قبل كده ويمثلوا واقع المجتمع المصري والاسر المصريه، وهي ان هم شايفين ان الاستثمار الحقيقي هي في الاهتمام باولادهم في تعليمهم وفي ممارستهم للرياضه. معانا أسرة الأستاذ شريف جلال أمين اللي بنبدأ الترحيب بيه. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الأستاذ شريف هو أمين الشعب الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ومعانا الزوجة وهي الأستاذة أمال علي حسن وهي موظفة بإحدى المستشفيات الحكومية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معانا الأولاد، أبدأ بالكبير. معانا بقى الكابتن كبير، كابتن محمد شريف، وهو تاني الجمهورية في التايكوندو وبالتحديد في الكروجي. نوع التايكوندو اللي فهمته منكم انه نوعين، انت متخصص في الكروجي وهو النوع القتالي، وحصل على تاني جمهورية. تاني جمهورية، اهلا بيك. هنتعرف عليك اكتر، بس اقدم باقي افراد الاسرة. معانا بقى اصغر عضو في الاسرة وهي رؤى. ازيك يا رؤى؟ الحمد لله. رؤى تانية ابتدائي، وعلى فكرة بتلعب برضو تايكوندو لكن نوع البومزا، وهو النوع الاستعراضي مش القتالي. معانا ضيف على الأسرة، ويعني بيسعدني ان انا اقدمه لكم، وهو الكابتن علاء اسماعيل، وهو مدير فني نادي اتحاد الشرطة. اهلا حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. خلينا نبدأ بالسؤال قبل ما ندخل في تفاصيل لعبة التايكوندو، نبدأ بسؤالي اللي ببدأ بيه كل حلقة، وهو اني ارجع معاكم ونستعيد كلنا والولاد معانا الذكريات، ونعرف بقى ذكرى اول لقاء اللي ادى لتكوين الاسره الحلوه دي. والله اول لقاء كان من 18 سنه دلوقتي، ما شاء الله. يعني كان في خطوبه لاختي، والمدام كانت يعني قريبه الخطيب بتاع اختي، فوالله حصل يعني اعجاب. جميل انك معترف، لان كتير بيتكسفوا رغم ان هم اتجوزوا وبقالهم 20 سنه، لكن بيستصعبوا شويه فكره ان يقول انا اعجبت، او 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 الزوجه تقول انا اعجبت بيه. وده على فكره طبيعي ومذكور في ديننا ان احنا لازم في القبول وفي الاعجاب. بالظبط. لفت نظري وابتديت اسال عنها واعرف
اخبارها، هل هي مرتبطه، هل فالحمد لله يعني توفقت الظروف واتقدمت وقرينا فاتحه وتعرفنا على بعض اكتر وكلمنا مع بعض اكتر والحمد لله تمت الخطوبه ومشينا بقى قعدنا خطوبه نسبه كبيره جدا جدا من الجوازات بتتم في الافراح والخطوبات بس كان زمان، يمكن دلوقتي الموضوع بيختلف شويه ومجالات اكتر ويختلف كتير ومفيش اقبال اصلا من الشباب للاسف، فما بقاش البنات بيروحوا الافراح وهم يعني زمان كان البنات نسبه كبيره جدا بيطلعوا بعريس لازم يا يعني سواء بقى وافقت عليه او لا، متوقعين ان في عريس، متوقعين لازم هيبقى في عريس في القصه بالزبط. يعني بالظبط. واللي انا ملاحظاه ان الاستاذه امال اشتغلت يعني رغم الولاد ورغم الجواز من سن صغير الا ان انت فضلتي تشتغلي. انا اشتغلت الاول في قطاع خاص قعدت حوالي 5 سنين وبعدين قعدت اول ما خلفت محمد. ايوه. وبعد كده قعدت حوالي 10 سنين في البيت لحد ما محمد بقى عنده 10 سنين اشتغلت في الحكومه. قعدت 10 سنين في البيت علشان محمد يكبر ولا علشان ظروف الشغل؟ لا علشان محمد، انا كنت في الشغل طبيعي بس لما جه محمد يعني انا لحد ليله ما كنت هولد كنت في الشغل. ايوه. اول ما ولدت محمد فطبعا اتفرغت له لاني ما حبيتش ان هو يقعد في حضانه. ما كنتش محبذاها بس الجميل بصراحة. ان انت قعدتي 10 سنين وقدرتي ترجعي تشتغلي عاده. خلاص يعني اللي بيقعد 10 سنين ده صعب اولا يلاقي فرصه لان السي في بيبقى فيه 10 سنين سقطوا مفيش الدنيا اتغيرت حواليه، سوق العمل اتغير وهو بيفقد اهتمام. خلاص ست بتستسلم لقعده البيت. هي حظ بصراحه ان انا لقيت في اعلان نازل في الحكومه وان هم عايزين طالبين موظفين وكده فقدمت وامتحنت ونجحت والحمد لله ربنا كرمني. يمكن العشر سنين اللي انا قعدتهم علشان خاطره وعشان خاطر اخته فيمكن ربنا كرمني بالشغلانه دي. أيوة. الحمد لله. وربنا كرمك بزوج متفاهم الحمد لله. ما حاولتش تقول لها لا يعني تقعد؟ لا انا هو كان موافق بصراحه. واضح ان الموضوع اخذ منك اخذ تفكير وعطى ولا وصراع بصراحه انا بتكلم بصراحه. هي يعني جت قعدت الفتره دي تقعد بقى للطفل تربيه وترعاه كده. أيوة. وبعدين جاب الظروف وبدات اشتغلت. كان هو بقى كبر. اثرت لما اشتغلت بعد 10 سنين؟ لا ما اثرت. خلينا نقول اثرت خلاص. انتوا ليكوا مشكله زي ولادنا كده نيجي نقول لهم انتوا قاعدين على طول على الموبايل، انتوا بتلعبوا، انتوا بتخرجوا، يقولوا لنا ليكوا الدرجات. بنعرف نتكلم نرد. لا خلاص الموضوع انتهى يعني. مش كده برضو؟ الجميل في الاسره دي ان طبعا زي ما قلت ان هم لقوا الاستثمار الحقيقي في ان هم يهتموا بتعليم ولادهم، مهتمين قوي. الام فضلت انها تقعد في البيت تلغي طموحها ولو بصوره مؤقته لغايه لما ابنها بقى عنده 10 سنين. واللي لاحظته اهتمامها زي على فكره اسر مصريه كتيره قوي متميزه بكده ان هم كل ما عندهم من وقتهم من فلوسهم من كل حاجه موجهه للولاد، سواء التعليم سواء الرياضه. الجميل ان انتوا ادركتوا اهميه الرياضه. بالظبط. هرجع لك اعرف مين سبب انه دفع الولاد الاثنين للتايكوندو، بس عايزه يعني اقول هنا برضو على ملاحظه تانية ان علاقه انا ملاحظه الكابتن بالمتدربين بقى نقول اللي تحت ايده واللي بيدربهم لاحظ ان علاقه جميله، علاقه اسريه. تمام. مش بس بتقف عند النادي وعند التدريب، ده احنا مفتقدينه في الاجيال وفي العصر ده. تمام. هو المفروض يبقى في علاقه قويه ما بين اللاعب والمدرب عشان في الاخر اللعيب ده بيبقى في الملعب هو المدرب بس، فبيسمع كلامه، فبيبقى اي توجيهات من المدرب للاعب مباشره. بيبقى في تواصل مع الاسره لكن اكتر تواصل مع اللعيب. تواصل مع الاسره في ايه؟ في الميزان مثلا. يعني انا شايف ان دور مامته كان قوي جدا في البطوله اللي هو حصل عليها ديت، ان هي تابعت الميزان، تابعت التخسيس، تابعت وجوده او عدم وجوده في التدريب. دي كانت حاجه مهمه، نظمت له دروسه، نظمت له مواعيده، ودي حاجه مهمه. دي حاجه يعني دي عملت نص الشغل اللي احنا عشان في الاخر محمد يبقى بطل يعني. ايوه حاجه جميله الاعتراف ده يعني. الحمد لله. طيب خلينا بقى نتكلم عن محمد شويه. محمد بقى تتكلم عن نفسك تقول يعني انت وصلت تاني جمهوريه. طيب علشان اللي قدك واللي اصغر منك كل لسه بيفكروا يدخلوا يحترفوا في اي لعبه رياضيه عشان يوصلوا لكده الموضوع صعب، عايز كم ساعه تدريب؟ بتنظم وقتك ازاي؟ يعني هو عايز تعب وعايز تدريب. يعني انا كنت كان كل يوم تدريب
وكنت بجري، وكان التدريب بيبقى على الأقل ساعتين يعني علشان يعني أبقى جاهز للبطولة وأبقى جاهز لأجواءها. وكمان الميزان كان صعب، كمان أنا كنت بنزل في الميزان علشان أعرف أنزل في الميزان اللي أنا فيه ده. نزلت حوالي 6 كيلو. يعني ايه الميزان صعب؟ الميزان يعني اللي عندنا لا بنوزن عليه وزننا ولا اي لا، ميزان؟ هو محمد وزنه مثلا كان قبل البطولة 54 كيلو، احنا عايزينه يلعب يوم البطولة 49، فيبقى هو عنده 5 كيلو زيادة لازم يخسهم. ياه. اه طبعا. وفي وقت قد ايه؟ وفي وقت لا ممكن شهرين بس، ده دور اسرة محمد او دور باباه ومامته ان هم ساعدوه انه يخس. طب ولو ما خسش لا هو ما مش ليكوا الاداء في الاخر عامل لا، ازاي؟ ما اصل التايكوندو دي لعبه بنلعب بالموازين، يعني محمد ليه ميزان لازم يلعب فيه، لو زاد عن الميزان ده يضطر يلعب في ميزان تاني خالص. في سن بقى تبع سن لا تاني نفس السن، يعني هو محمد كان بيلعب في بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه، البطوله دي 10 موازين. ده احنا بنعرف معلومات عن التايكوندو اه كده، معلومات التايكوندو بالتدريج ايوه يعني، كده اه. فاسمع بقى منك. محمد المفروض ان احنا كنا بنحضره لبطوله الجمهوريه تحت 14 سنه. محمد كنا احنا شايفين ان هو الميزان اللي يبقى مميز فيه، وفعليا كان مميز، ميزان 49. كان ميزان محمد 54 كيلو، فكان لازم يخس 5 كيلو. ايوه. عشان يخس 5 كيلو كان ده دور الاسره، دورنا احنا في الاسره هنا التدريب بقى ودور نرجع الاسره بقى. للاسره نتكلم معاها صح. ونعرف. انت بتراقبي عن قرب، واضح يعني انت متابعه تماما الحمد ومندمجه في لله. القصه، حتى وانا بتكلم معاكي قبل التسجيل لاحظت. فا يعني انت بتواجهي محمد في موضوع الميزان والوزن؟ لما كابتن علاء قال لي ان انا عايزه انزله 49 كان حوالي من شهرين، فابتديت ان انا اقلله شويه شويه، وجينا في اخر اسبوعين طبعا هو اللي كان صعب جدا، لانه ابتدى بقى ينزل يجري بعد التمرين، بعد ما اروح البيت جايبه له بدله تخسيس يلبسها وبابا ياخده، بابا يمشي جنبه بالعربيه وهو يجري في الشارع. ايه يا محمد، هم ايه بقى يعني؟ تعبنا والله ما فيش فعلا، غير ده كان محمد صعب. يعني في الاسره، لا كنا نفسنا كل فعلا هو يعمل حياتكم حاجه يعني. محمد يعني شيء اساسي. دي حاجه جميله على فكره، يعني انا بشهد حتى بيها في بدايه الحلقه، مع اني ما كنتش اعرف لسه التفاصيل. ايوه. بس فكنت بقى طبعا الفطار لازم اكله مع اكل معين، الغداء اكل معين، حتى احنا برضك بقينا نحاول ان احنا نمشي معاه شويه عشان هو ما يحسش بالفرق. ايوه. فالحمد لله لحد ما ليله البطوله وزننا، وبقينا على طول بقى انا حاطاه على الميزان، يصحى من النوم يتوزن، يا عيني يا قبل ما محمد، ينام على طول يتوزن على الميزان على طول كل على طول. حاجة ياكلها، يعني مش قادر حتى يتعامل زي اللي في سنه انه نفسه في لا حاجة هي الفترة دي فياكلها. بس، دي ضريبة البطل، هي دي الفترة دي البطل، بس. البطل كده، البطل لازم يضحي عشان يكسب. يعني انت مقتنع بكده يا محمد ولا ساعات برضو بتتخنق ويعني؟ لا واتخانق اكيد. خلينا زي نتكلم جاله خلل بصراحة. مرة وقف خلاص. اصل انا عايزاك تتكلم ليه؟ لان انا باخدك مثال لكل اللي هم في سنك زي ما قلت من شويه، او اللي بيفكروا ان هم يحترفوا يعرفوا ان الموضوع مش صعب، يعرفوا ان في حاجات بيتحرموا منها، بس قصاد انك تبقى بطل وتاني جمهوريه ولا حاجه هو عايز ولا حاجه. إرادة. واكيد انت بيجي لك وقت بتعمل كل اللي نفسك فيه، صح؟ يعني بعيد عن بطولات بتعمل بقى، بيبقى في فتره يعني راحه. احنا مثلا بعد البطوله بنديله فتره كده ياكل اللي هو عاوزه ويشرب اللي هو عاوزه، بس يبقى عارف ان الفتره دي فتره مؤقته، يعني مثلا اسبوعين كده هو فري يعمل اللي هو عاوزه، ايوه. بعد كده هيرجع تاني. هو ده البطل، لازم ياكل بطريقه معينه، ينام بطريقه معينه، مواعيده بطريقه معينه، لازم ينظم جدوله اليومي، ينام بدري ويصحى في ميعاد بدري عشان يعرف يتمرن، ومواعيده تبقى منظمه سواء في البيت. عشان كده بقول ان دور الاسره بيبقى دور قوي جدا في صناعه البطل. بتقنعوه ازاي بقى؟ يعني هم يعني انت بتعملها عن اقتناع ولا وحب للعبه فبتضحي بكل بحاجات كتير اللي قدك واللي في سنك بيعملوها؟ انا كان في حاجات كنت بضحي بيها شويه، يعني مثلا الدراسه كنت ما كنتش مهتم بيها زي الفتره دي، ما كنتش مهتم بيها قوي، لكن كنت برضو يعني كنت بحاول اوفق ما بينهم، يعني مثلا ارجع من المدرسه احاول احل مثلا واجبات او حاجه، بعدين اخلص التدريب اشوف على حسب اعرف اقدر اذاكر ولا لا، بعدين اليوم اللي بعديها احاول يعني احاول اوفق ما بينهم، الحاجات بتاعت امبارح احاول يعني اذاكرها كده. ايوه. طب خلينا نقول ان مش محمد بس اللي بطل رياضي، رؤى كمان، بس هنتكلم مع رؤى بعد ما نشوف تقرير عن ازاي صناعة البطل الرياضي ودور الأسرة ايه في صناعة البطل الرياضي، وهو ازاي يتحكم في نفسه في إرادته وينظم وقته علشان برضو يوصل للهدف اللي هو عايزه. نشوف مع بعض التقرير.
الأسرة يعني هي بتبقى بقى مسألة مقاومات، يعني الأسرة تقاومه من ذهنيا وبدنيا وعقليا وتوفر اللي هو محتاجه وتشجعه، سواء كان الدور سواء كان الرياضة اللي بيلعبها ديت كورة، طايرة، يد، سباحة، أيا كان ايه نوع الرياضة اللي هو حابب يلعبها، فدور الأسرة ان هي تقومه صح وتشجعه عليها وما تحبطوش ابدا. المفروض ان الاسره بتدعم اي موهبه ودي بتظهر من الطفوله، فالمفروض ان اي اب واي ام يلاحظ حركات ابنه وحركات بنته، اذا كان شايف كده يحاول يدعمه باي وسيله، انه يدخله مركز شباب، يدخله نادي معين. احنا طبعا لازم نشجع الاطفال عندنا ان هي تنزل النادي وتتدرب وما نمنعهمش، ان في اباء كتير بصراحه يعني المدرسه والكلام ده كله فما عندهمش الفكر ان الطفل لازم يطلع الطاقه اللي عنده. دايما بتنشطه ان هي تقول له اشترك في الانديه، يشترك في دايما ما يغيبش حصه الرياضه، دايما يكونوا يدعموه بالحاجات. طبعا في بيبقى وقت للمذاكره ووقت للرياضه، فطبعا الرياضه مهمه جدا لبناء الجسم وصنع الاجيال، وطبعا بتبقى يعني حاجه حلوه على مستوى الدول ومستوى العالم. الاسره توفر له الجو الملائم والمناسب مع دراسته برضه والكلام دوت، يعني المفروض في النوادي اشتراكات النوادي، الرعايه نفسها في البيت، الرعايه الصحيه. التحفيز طبعا، يعني ان هم بيحفزونا او ان يقولوا لنا من واحنا صغيرين ان احنا نبتدي في حاجه، ده بيبقى احسن بكتير، لان في اسر كتير بتهيألي بتوقف ده، يعني بتوقف ده لاولادها. الاهتمام بالطفل لازم يكون من البدايه، من بدايه نشأته، يعني من اول السن الصغير. طبعا لما الطفل بيبدا عن 3 أو 4 سنين نبدا ان احنا نوجهه توجيه سليم بالنسبه للانشطه الرياضيه، يبدا ان احنا نوجهه ونشوف النشاط الرياضي اللي ممكن ان هو يمارسه بالنسبه ان هو الانديه او بالنسبه للدراسه نفسها، دي وضع تاني. يعني انا بالنسبه للطفل نفسه ممكن ان انا برضو اقدر اوجهه من خلال المدارس نفسها. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، وزي ما قلت لكم ان مش محمد بس اللي بطل في التايكوندو، رؤى كمان بس في نوع مختلف. اللي هو ايه بقى يا رؤى؟ بومزه. بومزه ولا بومزه؟ بومزه. طيب ده ايه؟ عرفي بقى، عرفيني، انا مش عارفه يعني ايه. يعني ايه الفرق بينه وبين، انا سمعت ان البومزه نوع استعراضي مش قتالي، يعني مش شرس قوي، مش جد قوي، لكن حركات استعراضية أكتر، صح كلام؟ البومزة حركات استعراضية مجموعة حركات مركبة بشكل معين، اللعيب بياخد عليها درجات، يعني التقييم فيها مش مين يكسب، لا مين ياخد أعلى درجات. يعني هي لعبة بالتصنيف الرقمي بالأرقام. أيوه. فبتنزل مثلا رؤى ومعها مثلا 10 لعيبة من 10 أندية أو 20 لاعب من 20 نادي، كل لاعب يؤدي نفس الحركات. وكل واحد ياخد درجات حسب تقييم الحكام. تمام. وبعد كده يترتبوا من الأول لغاية السادس. أيوه. على فكرة رؤى هتورينا بطريقة عملية يعني ايه بومزة، وهتعمل حركات، بس يعني هنأجلها شوية. اللي انا عرفته لغاية دلوقتي لان معلوماتنا عن التايكوندو، انت عارف في ألعاب معينة هي اللي بتحصل على شعبية وعلى اهتمام المشاهدين، مش مصنف قوي التايكوندو ان لعبة من اللعب دي، فمعلوماتنا عنه قليلة، بس انا فهمت منك ان في الكروجي في التايكوندو وفي البومزة. الكروجي النوع القتالي والبومزة النوع الاستعراضي. ايه سبب بقى ان التايكوندو رغم ان هو مش حاصل على شعبية، انت اخترت الولاد الاثنين الولد والبنت ان هم يدخلوا بانواعه المختلفة؟ لاحظت ان محمد وهو في سن صغير عنده ليونة غير عادية، بمعنى ان هو يقدر يفتح حوض بدرجة عالية جدا بدون اي تدريبات، بدون اي تمارين يعملها، بدون اي حاجة. رؤى نفس الوضع برضو، نفس النظام، فلفت نظري ان ده ممكن نستغله بطريقة رياضية وده يميزه وموهبة عن اي ولد تاني او اي حد تاني. ففعلا فاخدته ورحت بيه النادي ووريته اللعبة فعجبته صراحة. فقال يعني في ديمقراطية في القصة برضو، في جزء طبعا ديمقراطية. لازم الموضوع يجي يكون راضي، لأنهم لو مش راضي مش هيبدع فيها بالظبط. ايوه.
فعجبته اللعبة وابتدى يدخل فيها ويواظب على التمرينات. وبدأت أسأل المدربين عليه، قالوا لي لا ده متميز وموهوب. أيوة. فكملت معاه واهتميت اكتر بقى، واهتميت طيب. وقيت اتابع مع التمرينات على طول. طب ده بالنسبه لمحمد، ليه كمان البنوته بقى؟ يعني البنوتة غريبه شويه الوضع. ان البنوته نفس الوضع برضو عندها مرونه. هي مع يعني في العرض حضرتك هتشوفي طبعا الكابتن موجود واكبر مثال للتقييم يعني قيم لنا. هي عندها ما شاء الله ليونة عاليه جدا، موهبه من عند ربنا يعني. الليونه يعني هي السبب اللي خليتك، لكن كان الليونه ممكن كانت تروح لاي نوع رياضه تاني. يعني في ناس تبص للتايكوندو ده مش مناسب قوي للبنت. تفتكر هو وسيله دفاع عن النفس فعلا؟ يعني انت طبعًا. لما فكرت ان البنت طبعا تلعب تايكوندو فكرت ان ده هيبقى وسيله دفاع عن النفس؟ طبعا طبعا جدا، لان هي تعرف تدافع عن نفسها في اي مشكله، في اي موضوع يقابلها، راجعه مثلا من كليه، راجعه وهكذا. احنا دلوقتي الأوضاع مش تمام، فأنا خوف الأب وخوفي على الأولاد، فقلت لازم أدخلها لعبة. فبرضو هي شايفة أخوها في لعبة وشايف بيعمل كروب وفيها منافسات، هي كان بنبعدين في التمرين فهي شايفاه هو بيلعب. فكان الكباتن يقول له تعالي، كانت هي صغيرة كانت لها حوالي 4 سنين أو 3 سنين ونص، تعالي خش معانا وكده تروح داخلة. فمن هنا جه بقى حب التايكوندو صغيره، انا عايزه اعمل كده، انا عايزه خش جربي خش. وبدات زي ما ايه بالبلدي كده رجليها تخش في ايوه. طيب السؤال اللي سالته الاستاذ شريف بساله لك بقى حضرتك المتخصص، التايكوندو التايكوندو كاراتيه جودو دول فعلا دفاع عن النفس يعني ولا؟ هو اكيد ده كلهم العاب دفاع عن النفس، بس هي ايه اللي بيميز التايكوندو على الالعاب دي كلها مثلا؟ ايوه، اول حاجه التايكوندو لعبه اولمبيه، لعبه بتلعب في اولمبياد، ده لوحده بيخلي تصنيف التايكوندو رقم واحد يعني. لكن الالعاب الثانيه مش اولمبيه؟ لا، الكاراتيه ما بيلعبش اولمبياد يعني. الحاجه الثانيه التايكوندو لعبه اساسا كوريه، لكن بدا يخش دلوقتي فيها، بدات اوروبا تنتشر بشكل قوي، بدات تقدم بشكل قوي، فبقى مثلا في اسبانيا، تركيا، المكسيك. مع ان احنا متخيلين ان الشرق الاقصى او جنوب شرق اسيا كان زمان، كان زمان دلوقتي لا يعني. هو البدايه كانت جنوب شرق اسيا، كان كوريا، دلوقتي التايكوندو اوروبا. التايكوندو اوروبا طريقه لعب الاوروبيين في التايكوندو اقوى بكتير من لعب الاسيويين، وده اللي موجود دلوقتي. عشان كده حولوا التايكوندو من حاجه سبورتس، من حاجه رياضه لرياضه، حولوه لرياضه. كان الاول سيلف ديفنس، ده دفاع نفسي بحت يعني، دلوقتي تحول لرياضه. رياضه يعني مقاييس جسمانيه سليمه. محمد النموذج للصح للرياضه ديت اللي هي طول القامه، طول الاطراف. مع ان انا كنت هقول ان محمد ضعيف شويه يعني، ده عشان موازين، ده عشان موازين بس يعني، طلع ان هي مقصود الضعف ده. لا مقصود النحافه دي مش الضعف يعني. هقول ليه كده يعني، ليه ضعيف؟ وبعدين مصر عندنا تاريخ طويل في التايكوندو يعني. عندنا مثلا هدايا ملاك في اخر اولمبياد جاب ميداليه برونز في الاولمبياد، بطلت مصر الميداليه البرونزيه في الاولمبياد الاخيره، عندنا تامر صلاح ميداليه اولمبيه في اولمبياد قبل كده برضو، عندنا صيف عيسى تصنيفه الاول على العالم دلوقتي في الكروجي. فعندنا لعيبه كتير، محمد نموذج شبههم يعني. محمد يعني احنا اتعودنا السكواش احنا متميزين فيه، لكن عشان الاعلام، الاعلام ادى السكواش بالظبط كده. لا الاعلام ليه فعلا العاب بيهتم بيها بالزبط. وانا مش بالزبط. عارفه يعني خصوصا ايه السبب؟ كوره، الكرة طبعا دي دي حاجه شيء اساسي، دي اساس عامل. بعد كده اهتمينا بالسكواش برضو شويه لكن التايكوندو لسه يعني. وانا شايف ان التاثير صراحه من الاعلام يعني، الاعلام المفروض هو اللي يجري، هو اللي يتابع، هو اللي يسال، هو اللي يشوف يعني. مثلا احنا عندنا محمد لسه مخلص بطوله الجمهوريه للناشئين اللي هي خد فيها تاني، وعنده يوم 6 تصفيات منتخب مصر للناشئين تحت 14 سنه اللي هيتأهل منها لبطولة العالم اللي مصر هتستضيفها في شرم الشيخ في شهر 8. ده حدث تاريخي يعني. خلينا بقى نقول بما ان انتوا بتتهمونا بالتقصير، احنا هو على الاقل في برنامجنا ان بطولة العالم في شهر 8 في شرم الشيخ، بطولة العالم في التايكوندو، وعندنا امل ان احنا نوصل لمركز متقدم. طبعا عندنا لعيبه، وعندنا لعيبه مميزين جدا في مصر، وعندنا تاريخ طويل، وعندنا لواء زي لواء احمد الفولي بيساعد تايكوندو بكل ما اتى يعني، بيقول له ربنا من قوه ان هو يساعد، هو اللي جاب البطوله لمصر اساسا. وجود البطوله دي في شرم الشيخ يعني، في 50 دوله هتيجي تقيم في فنادق شرم الشيخ. نتكلم عن السياحه بقى طبعا هنا. طبعا هتعمل نقله سياحيه في شرم الشيخ. الحاجه الثانيه فرصه لاولادنا، سواء اللي هيلعب او اللي مش هيلعب. اللي هيلعب فهو هيشارك في بطوله العالم، اللي مش هيلعب فهو هيروح يتفرج على بطوله العالم. وانك تشوف بطوله عن قرب غير انك تشوف بطوله في تلفزيون او في شريط فيديو يعني. خلينا نقول ان كمان تاثير 50 دوله ييجوا
ويتكلموا عن مصر ان ما فيش فيها مشاكل غير الصوره اللي منقوله ان كان في يعني خراب في الدنيا طبعا. دي لوحدها برضو طبعاً. مهمه طبعاً. جدا دي لا تقدر بثمن يعني أي. ان انت بتجيب 50 دوله بس المهم احنا كمان لازم يكون علينا دور ان احنا نستغل طبعا من قبلها نبدا الدعايه احنا كاعلاميين انا معترفه وانتوا برضو يعني انتوا برضو اكيد ليكوا دور فعال طبعاً. في القصه يعني طبعاً. احنا بنحاول نتواصل مع كل اصدقائنا اللي موجودين مثلا على الفيسبوك في كل دول العالم نقول ان احنا عندنا بطوله عالم في مصر في شرم الشيخ فتعالوا شاركوا فيها او تعالوا اتفرجوا عليها. في دلوقتي في موجود في مصر منتخب الاردن بيشارك في معسكر تدريبي ده حاجه كويسه ان يعني الفرقه هتبدا تيجي مصر عشان تشوف مصر دي هتلعب فيها ازاي هتقيم فيها ازاي فدي حاجه يعني مفيده جدا يعني يعني في امل ان احنا نلاقي بطل من مصر ايه اللي بيخليك متاكد ان ممكن فعلا نوصل لمركز متقدم ممكن نوصل بطل العالم يبقى من عندنا ان شاء الله ايه اللي يخلينا انا اتفرجت على البطوله وان شاء الله هتفرج على التصفيه اللي موجود فيها ان شاء الله محمد يكون ليه دور في في في, في انه يكون من ضمن اعضاء المنتخب متفائل محمد جدا يعني متفائل جدا ان شاء الله ان انا شايف ان احنا عندنا عناصر مبشره جدا عندنا عناصر لكن عندنا برضو اشياء اخرى لازم تكمل موضوع العناصر البشريه او الثروه البشريه اللي عندنا بالظبط اهتمام الدوله اهتمام الاتحاد ايه الاتحاد هو الاتحاد بيعمل اللي عليه يعني بيعمل اللي عليه في ظل امكانياته وفي ظل قدراته الماديه يعني بيعمل اللي عليه لكن لازم طبعا دعم مادي من الدوله احنا بالنسبه لنا ان شاء الله لو محمد تاهل البطوله ديت هنكلم احنا كنادي اتحاد الشرطه انا بتكلم باحنا دي بتكلم اتحاد الشرطه في عندنا اللي هو احمد ابو الفتوح ده رئيس اتحاد الشرطه هو طبعا بيساعد تايكوندو يعني بيساعد تايكوندو جدا اللي هو احمد فتوح اللي هو اشرف راضي نازل بيساعد تايكوندو كويس يعني بس هنا حضرتك بتتكلم على اشخاص ومجهودات فرديه بس انا مش بلاقي دايما ان الرياضه اللي بتعتمد على المجهودات الفرديه والتبرعات وتطوعات افراد بتنجح لازم يكون في سيستم وفي اداره وفي اهتمام دوله وفي اهتمام مسؤولين والاتحاد نفسه يكون متابع على الاقل هو الاتحاد بيتابع هو الاتحاد منتظر دلوقتي التصفيه اللي هي هتفرز احسن لعيبه في مصر اللي هياخد الاول والثاني في كل ميزان دول هياخدهم بقى يعمل لهم معسكرات يعمل لهم فتره الاعداد بتاعه الاتحاد دي بيصرف عليها الاتحاد كلها كامله فتره الاعداد الكامله ديت لكن انا بتكلم على محمد هيطلع من نادي اتحاد الشرطه هيبقى دور نادي اتحاد الشرطه في مساعده محمد للوصول لبطوله العالم هيبقى دور مهم برضه ان شاء الله ده وعد من اداره النادي بالكلام دوت يعني ايوه طب بدعوكم لفاصل وبعد كده نرجع مره تانية نستكمل حوارنا مع اسره الاستاذ شريف جلال تعد لعبة التايكوندو واحدة من أقدم وأعرق ألعاب الدفاع عن النفس التي عرفها البشر عبر التاريخ حيث يعود تاريخ ممارسة اللعبة إلى أكثر من 2000 عام مضت وقد بدأت في كوريا وبمرور الوقت تنضج اللعبة وتتحول لرياضة ذات قوانين منظمة وتنتشر في شتى أنحاء العالم وفي عام 2000 وفي أولمبياد سيدني يتحول التايكوندو للعبة أولمبية رسميا بعد أن كانت مجرد لعبة استعراضية في الأولمبياد السابقة وترتفع شعبية اللعبة في مصر وتزداد جماهيريتها خاصة مع الميدالية الأولمبية البرونزية التي أحرزتها اللاعبة هداية ملاك في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية بنستكمل حوارنا مع كابتن علاء فرصه نعرف معلومات عن اللعبه مش بنقرا عنها كتير الاهتمام الشعبي بيها وده عايزين نناقشه معاك نرجع او نكبر قاعده الاهتمام الشعبي ازاي باللعبه دي هتقولي الاعلام برضو طبعا دول مهم الاعلام اول حاجه المفروض ان البطولات كلها تبث وتتذاع الناس كلها تتفرج عليها ده ما بيحصلش طبعا الحاجه الثانيه لما يكون عندنا بطل البطل دوت يتسلط عليه الضوء بحيث الناس تشوفه كويس زي مثلا هدايا ملاك لما جابت ميداليه برونزيه في الاولمبياد الاخيره ديت زي ان احنا عندنا دلوقتي سيف عيسى تصنيفه رقم واحد على العالم دلوقتي ده المفروض يتسلط الضوء على الكلام دوت زي بطوله الجمهوريه اللي جايه اللي هتعمل هي تصفيات منتخب مصر يتسلط المنتخب على منتخب مصر الناشئين تحت 14 سنه دول نواه لمنتخب مصر الكبير ودول هيمثلوا مصر في بطوله العالم اللي هتقام في شرم الشيخ اللي هيحضر فيها 50 دوله يبداوا اللعيبه دي تسليط الضوء عليهم بيديهم نوع من المسؤوليه
ان يعرف ان الناس كلها منتظره منه حاجه. ايوه يعني هو مش بيلعب رياضه كده، لا ده مصر كلها بتتفرج عليه. حضرتك بتقول ان كابتن هدايه ملاك وصلت للاولمبياد والميداليه البرونزيه، يعني هل هي بيبقى اللعيب او اللي بيتدرب في اللعبه دي لازم يكون عنده سمات معينه بيتميز بيها؟ طبعا. ولا لا انت ممكن تاخد اي ناشئ تبدا تدربه من سن صغيره يبقى هدايا ملاك الثاني او لا 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 بطل اولمبياد تاني؟ في مقاييس كده احنا بنختار عليها، اللي هي زي محمد كده، لعيب يكون طويل القامه اطرافه طويله ويكون ذكي طبعا، يعني كل ده يعني بلس الذكاء يكون لعيب ذكي. ليه الذكاء؟ ان طول القامه لازم ذكاء في القصه يعني طبعا. مش لا لا الموضوع مش 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 مقاييس بس، في تفكير، في تخطيط، في طبعًا. حركات مبنيه على ردود افعال حسب طبعًا. فعل اللي قدامي، فانا رد فعلي يبقى سريع بالظبط، وفي دور مدرب بيوجهه فلازم يكون استيعابه سريع ورد فعله سريع في الماتش، يعني اللي انا بقوله له هو بينفذه بسرعه. أيوة. يعني فدي دي مهمه يعني. ايوه. طيب انا ما اتكلمش عن تخصصاتكم، يعني اتكلم شويه وابعد عن التايكوندو، بس لسه هنرجع مره ثانيه ونرجع لرؤى مره ثانيه. حضرتك قلت لي انك امين الشعب الفرنسيه بكليه الحقوق جامعه عين شمس. تمام. بيتهيألي ده وظيفه مش عاديه، هي متخصصه قوي. هي حضرتك يعني هي وظيفه اداريه شويه. بس هو ناخدها من البدايه، يعني كليه الحقوق دي فيها ثلاث شعب. فيها الشعبه العربيه اللي هي المعروفه ان هي بتخرج محامين عادي بيجي من المدارس العاديه وبيتخرج من ياخد الثانويه العامه ويقدم في التنسيق يخش شعب العربي. في الشعب الانجليزي اللي هي المدارس اللغات، بيبقى عارف لغه انجليزي وبيدرس بعض المواد بالانجليزي والباقي بالعربي. في الشعب الفرنسيه بقى اللي انا حضرتك ماسكها، اللي فيها لغتين، لغه انجليزي وفرنساوي بالاضافه للعربي. ايوه. بتدرس المواد، بيدرسوا المواد الطلاب اللي بتيجي من التنسيق، لازم بيبقى عندهم اللغة الفرنسية دي لازم تكون درجة أولى أو مستوى أو المادة أولى. أيوه. مش اللغة الإنجليزية، لازم يكون الفرنساوي. لأن مواد بتدرس بالفرنساوي. بالظبط. في مواد كتير. بالظبط. فبنختارهم من مدارس فرنسية. أيوه. بيدخلوا بيقدموا الأوراق وبعدين بنعمل امتحانات تحريري وشفوي، وبعد كده اللي بينجح في الامتحانات ديت يدرس معانا في الشعبه. الكليه يعني في اتفاق بينها وبين جامعه ليون فرنسا ان تيجي الاعضاء التدريس من فرنسا، من الفرنسيين. وهل الطلبه ممكن يستكملوا تعليمهم برضو في الجامعه دي في فرنسا ولا بعد ما يتخرجوا ممكن؟ في تسهيلات يعني متقدمه؟ في تسهيلات جدا جدا، اللي يخلص بياخد بالإضافة للشهادة اللي هو بياخدها المعتمدة إن هو تخرج، بياخد شهادة تانية إن هو واخد دبلومة كمان، ممكن يسافر بره فرنسا في جامعة ليون برضو ياخد الدبلومة التانية يبقى معاه ماجستير. أيوة. فطبعا ممكن بعدها للدكتوراه وممكن يكمل هناك عادي. أيوة. الموضوع بسيط سهل. طب عايزين نرجع لمحمد ورؤى مرة تانية، الأبطال اللي معانا، نقول لمحمد أنت مهتم بالدراسة بقى ولا الموضوع ده جاي على حساب الدراسة؟ صراحة كده أنا هعرف الحقيقة من ماما وبابا يعني، فأقول الحقيقة. لا هو التدريب كان واخد شوية من الدراسة، لكن برضو كنت بعوض يعني، كنت بحاول أعمل موازنة ما بينهم هما الاتنين. بس بيتقال إن اللي متفوق رياضيا عادة بيبقى شاطر كمان في الدراسة، مش عارفه ده حقيقي ولا لا، بس في معظم الحالات بتبقى كده. لا هو ما شاء الله النجاح بيبقى باكج يعني. لا هو طبيعي شاطر، هو كل يعني تقديراته على طول امتياز. امال انت بقى ايه التواضع ده؟ مش عايز يعني انت لا هو عشان الفترة شاطر ودرجاتك امتياز. هي الفتره بتاعت البطوله يعني كنا يعني معدل المذاكره قل شويه علشان كنت مهتم بالتدريب وبال يعني بالحاجات اللي هي بتاعت البطوله وكده. طب ده على مستوى الدراسه، على المستوى بقى الاجتماعي عارف تعمل اصحاب ولا انت حاسس ان في اختلاف بينك وبين اللي في سنك او هم حاسين برضو نفس الاحساس؟ لا مفيش اختلاف يعني عادي، انا ما عندي اصحابي مثلا في المدرسه في التدريب، اصحابي مثلا في العماره، مفيش تاثير يعني. ايوه. طيب نرجع لكابتن علاء مره تانية، وحضرتك بتتكلم عن هدايا ملاك وعن الاولمبياد، يعني
عرفت من كده ان الاولمبياد دي مرحله طبعا اعلى من بطوله طبعاً. العالم كمان. طبعا مصر وضعها ايه بالنسبه لبطوله الاولمبياد؟ يعني عاده بتحصل على المركز ده قبل هدايا ملاك كتير في امل نحصل عليه بعدها كمان ان شاء الله. يعني احنا في طريقنا دلوقتي. اول حاجه ميداليه هدايا ملاك عملت حاله في التايكوندو في مصر. ميداليه هدايا ملاك طبعا خلت طموح كل اللعيبه في مصر اولاد وبنات ان عايز يجيب ميداليه اولمبيه، لانه اكتشف ان بعد الميداليه لا ده هدايا ملاك قابلت سيد رئيس الجمهوريه، سيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، فلما رئيس الجمهوريه قابل بطله رياضيه فدي اديتهم انطباع انك ممكن تبقى كده انت كمان. ويعني ايه ترفع اسم مصر؟ ويعني ايه تمثل مصر؟ ويعني ايه العالم كله بيتفرج عليك بيتكلم عنك وبيتفرج عليك كده. وفيسبوك مقلوب دي يعني النظره بتختلف. دي حاله تمام. دي حاله. الحاله دي لازم نستفيد منها وبسرعه. ايوه اللي هي حاله هدايا ملاك في الاولمبياد. يعني حاله هدايا ملاك خلت مثلا شباب جديد يجي يتدرب طبعاً. يطلب ان هو يدخل التايكوندو. انا في اولياء امور مثلا بيكلموني بيقول لي انا اعمل ايه عشان بنتي تبقى زي هدايا ملاك؟ اعمل ايه عشان ابني يقف نفس الموقف ده يلعب اولمبياد ويجيب ميداليه في الاولمبياد؟ فبفضل اقول له الطريق ايه؟ يعني الطريق طبعا الطريق صعب جدا لكن مش مستحيل. صعب جدا لكن مش مستحيل. صعب جدا في النظام الغذائي وفي النظام النوم البدري وفي التدريبات ومعسكرات. يعني عشان نعمل حد بالمستوى دوت مش اقل من 4 ساعات 5 ساعات تدريب يوميا طبعا على فترتين. نص اليوم بيتدرب طبعا كل يوم طبعا ده عشان يبقى بطل. هو ده الفرق ما بين بطل وبطل. البطل اللي بيتعب في الاخر بيبقى بطل، اللي ما بيتعبش ما بيبقاش بطل. ايوه. ومعسكرات التدريب بقى. طبعا ومعسكرات بره مصر واحتكاكات دوليه ولعب مع مدارس مختلفه. ده جزء بقى اللي هو بيوفره الاتحاد مش النادي. احنا دورنا بنوصل لعيب لغايه المنتخب. وبعدين الاتحاد عامل حاجه كمان، الاتحاد جايب لنا مدرب اسباني. أيوة. يعني مدرب منتخب مصر اسباني. فدي دي نقله. ميزه دي ولا عيب؟ لا ميزه طبعا. يعني هل ما فيش في المصريين؟ لا هو في مصريين وفي مصريين مميزين كمان، عشان بس الناس ما تزعلش. هنا في مصريين ومميزين كمان. لكن ايه اللي بيميز المدرب الاجنبي في لعبه زي التايكوندو كمان؟ يعني كره القدم لا لا خبرات طبعا خبرات. خبرات المدرب الاسباني اعلى من خبرات اي حد موجود في مصر. اسبانيا متقدمه جدا. ايه الدول دلوقتي اللي هي على راس القائمه في لعبه التايكوندو؟ اسبانيا، فرنسا، المكسيك، كوريا طبعا موجوده في الساحه، تركيا. دي دول قويه جدا. يعني احنا عشان حاولتوا تعرفوا ليه؟ ايه الاسباب؟ درستوا عن قرب بالتفصيل طبعا الاسباب؟ لان انا كنت مدرب منتخب سابق وكنت بطل عالم سابق في التايكوندو، فكنت بحتك بالناس دي واشوف هم عندهم تطور سريع جدا للتايكوندو. هم الناس دي بيشتغلوا تايكوندو باحترافيه عاليه جدا. الناس دي بتشتغل 24 ساعه في اليوم تايكوندو. 24 ساعه طبعا. هم في اي حاجه، في اي لعبه، في اي تخصص، واضح ان هم بيبقوا ديفوتد او مكرسين حياتهم للموضوع ده. عشان كده حتى في كره القدم مش كده بنلاقي فرق المستوى. يعني لكن مصر بتنافس تعتبر طبعا. دخلت المنافسه ولا بره خارج؟ طبعا دخلت المنافسه. وانا رايي هدايا ملاك اللي فتحت الباب. وانا باصر ان شفت يا محمد قد ايه جميل اسم هدايا ملاك اتكرر كام مره في حلقتنا وفي برامج تانية وفي الاعلام وفي الصحافه وفي كل مكان وفي الراديو. شفت يا رؤى؟ وبعدين هدايا ملاك كمان تعدت، بقت مش هي بتمثل اسمها، لا دي بقت رمز. يعني فعلا يستحق التعب ويستحق المجهود ويستحق الوقت اللي بنقدمه. طيب رؤى، انت حابه بقى التايكوندو ولا بتقلدي محمد؟ حباه. حباه بجد؟ عايزه تبقي زي مين؟ مين الاسم اللي نفسك انت تبقي زيه؟ انا شاشه كده يا ملاك لسه هو عمالين يقول لي كده يا ملاك. بالنسبه لمحمد بقى لا، هو في ابطال كتير مثلا زي برضو هدايا ملاك، زي كابتن تامر صلاح، زي سيف عيسى. كابتن سيف عيسى، في ناس كتيره ما شاء الله. ليك القدوه يعني في واضح ان انتوا بتخصصوا لهم وقت كبير. وقت كبير من وقت جدا صراحه. يعني بيبقى يعني انا بروح عملي الصبح وارجع ممكن اتاخر فيه شويه، ممكن اجي على ميعاد التدريب بتاع محمد اخده على طول من غير غدا ومن غير اي حاجه، اخده على طول اروح بيه التدريب ونقعد 3-4 ساعات. وقت ما نخلص ونرجع وابتدي بقى افكر في ظروف البيت ايه. هو اللي كان بيقعد يذاكر له. يعني هنا الاسره مرتبه اولوياتها. الاولويه الاولى طبعاً. انا ما كنتش ببالغ في البدايه لما بقول اذا كان بيميز الاسره دي. ومش هي الاسره الوحيده، اسر كتير استضافتها كده، ان هي عامله اولويات طبعاً. الاولويه الاولى في كل حاجه لاولادها طبعا. بنبقى عايزين هم يحققوا الاحلام اللي احنا ما عرفناش نحققها، او يعوضونا عن حاجات اتحرمنا منها. صح اكيد. بيبقى كده ولا بيبقى؟ لا انا كنت الاول في سنه كده كنت في رياضه الملاكمه، فقعدت فتره لغايه الثانويه العامه وبعدين دخلت الجامعه وبتاع،
عملية توقفت ما كملتش لظروف كتير. ما هو انت بتاكد كده كلامي. فانا ان هم بيكملوا لنا الحلم اللي احنا ما كملناهوش او اللي ما عرفناش نعمله. بالظبط حضرتك، انا كان في دماغي اللي انا كنت عايز اكمل و و و بس ظروف هي منعتني يعني. فحطيت في دماغي ان الرياضه ده شيء اساسي جدا جدا. فالحمد لله يعني ربنا عوضني بقى في محمد ان هو يكمل بقى بقيه الطريق يعني. انا عايز اسالك بقى سؤال كأم. اتفضل. انت اخترتي لعبه ولادك بيتضربوا فيها، رايح جاي بيتضربوا. لا بيضربوا. طيب بس بيضربوا كمان. لا طبعا بيضربوا. طب بس بيضربوا ولا ما بيضربوش؟ لا في ضرب طبعا. انا شعورك ايه بقى يعني؟ انا قلبي ما ممكن ما يستحملش. انا ببقى قاعده في المدرجات وهم بيلعبوا ببقى حاطه ايدي على قلبي يعني، تلاقيني كلهم واللي حواليا عمالين يهيصوا ويشجعوا، انا ببقى واقفه ساكته يعني، شايفه في ضرب والضرب بيضرب والضرب الاثنين. ايوه مش مشكله يضرب. المشكله ما هو برضه لازم يتضرب. لازم برضك. ايوه بس يعني لازم اقوي قلبي عشان يقدر يوصل. لكن بتقوي قلبك وفاهمه ان هي دي اصول اللعبه وتكنيك اللعبه. لا ما لو قلت له لا ما ينفعش. ايوه كتير الاحظ ان هي تقعد تقرا قران. قاعده خايفه ومروقه تقعد تقرا صور وقران وبتاع وهو بيلعب وبتاع خايفه. ايوه دايما بيطلعوا لنا يعني لا العاب معينه او يمكن اجيال بتاعتنا اكتر يقولوا لا دي مش للبنت، دي ممكن تكون مضر للبنت. سمعنا التايكوندو بس ممكن يكون مضر للبنت حقيقي كلام؟ لا خالص. لا 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 هسمع وجهه نظره بقى المتخصصه. لا لا خالص خالص يعني خالص خالص ملوش يعني علاقه بنت خالص. زي الولد مش فارق في اي حاجه جداً يعني. احنا عندنا بنات جامده جدا عندنا في النادي ما شاء الله عليهم. والاكتر بنات اكتر من الولاد. البنات اللي بيلعبوا حقيقيين جامد جدا اكتر من الولاد ما شاء الله عليهم. عملت حاله في مصر. ايوه عملت حاله في مصر ده. ايوه طيب احنا كنا واعدين المشاهدين ان انت هتقدمي لنا حركات خاصه بالتايكوندو. ممكن ممكن تسيبي المايك مع محمد وتقفي لنا تورينا يعني ايه بومزا او يعني ايه كاراتيه استعراضي. تعالي ناحيتي شويه. ايوه طب ممكن بقى لو حركاتها ليها اسماء معينه تقول لنا كابتن علاء. يعني هتعمل البومزه كام دلوقتي؟ الاولى. بومزه الاولى. هو في بومزه اولى؟ لا ده احنا هنرجع نتكلم في القصه دي. شريط خميه. دي البومزه الاولى؟ بومزه جنبيه. ايوه. كلو دايره. انت بتتكلم دلوقتي ايه؟ انا بتكلم كوري. كنت بقول لها اوفي استعدي ابدأي. هي بدات تعمل كده البومزه. البومزه دي مثلا 18 حركه او 20 حركه. هو انتوا لازم بتكلموهم كوري؟ لا في المصطلحات البدايه بس. تمام. يعني الحركات دي بالكوري عشان هي هم اللي ابتدعوها فالحركات لازم. ايوه قلت لك هم بداوا الناس. يعني حلو قوي. تمام. اللي في بقى وشك ناجح. ده كده هي ما فيش حد قدامها بيعمل حركات هي الوحده الفرديه. دي استعراضي غير محمد. محمد بيلعب لا ضرب الناس بيضربوا بعض. محمد بيبقى هو وبيقع واحد قدامه وبنلبس حاجه اسمها بنلبس بروتكتور كامل. نلبس واقي صدر، نلبس واقي هيد جارد، نلبس واقي بروتكتور ايد ورجل. برافو يا رؤى، برافو. ليها لبس معين علشان الضربه ممكن تاذي. حتى بقى ده التعديل اللي عملوه الاوروبيين خلى التايكوندو رياضه راقيه. بنلعب دلوقتي بسيستم هوجو الكتروني، العنصر البشري فيها تقريبا يكاد يكون منعدم يعني. اللي بيحسب السيستم اللي بيحسب النقط الالكتروني سيستم. عشان كده الاوروبيين حولوها لرياضه راقيه. ايوه طب انا شايفه ان رؤى لابسه الحزام البرتقالي. ايوه زي الكاراتيه. زي هي احزمه طبعا. طب ده اول حزام؟ لا لا ده ثالث حزام. ثالث او يبدا بحزام ايه؟ ابيض اصفر برتقالي أخضر, اخضر اخضر ازرق, أزرق. اعلى حاجه اسود طبعا. اسود زي الكاراتيه اسود. طيب نقدر نقول ان التايكوندو بيهدي بيخلي الواحد يفرغ الشحنه السالبه اللي عنده ويبقى عنده يعني عنده حاله هدوء اعصاب وتوازن ولا العكس هو بيحض على العنف؟ لا بالعكس انا عايز بقى ارد على الحته دي باستفاضه. التايكوندو رياضه رياضه دفاع النفس رياضه فايتر مقاتل يعني. تلاقي لعيب التايكوندو زي محمد كده يقعد ساكت دايما ما يتكلمش هادي. انا ملاحظه ان محمد كلامه هادي هو اصلا طول النهار بيفرغ الطاقه دي في ماتشات وضرب وبيضرب وبيتضرب. ف الشباب اللي بره مهمد يعني احنا بنقول عليه. لا لا هو الطاقه الاجرانيه دي خلاص الطاقه الاجرانيه دي خلاص بيفرغها يعني اول اول يعني طيب طاقه فلا ما فيش كلام. لعيب الدفاع النفسي ده
لعيب هادي، مش لعيب مش عنيف خالص يعني. فهمت من حضرتك كابتن علاء ان الصفات المطلوبه علشان انت توافق تدرب اي لاعب طول الاطراف، طول القامه، طول القامه والذكاء وال امتى يجي لك حد وتقول لا ده ما ينفعش من اوله، لو جسمه البنيان بتاع جسمه لا يصلح بس والذكاء بس، مش هقول لا يصلح، هو ممكن يلعب في حدود امكانياته يعني. التايكوندو او الرياضه عامه، في لعيب بيلعب رياضه للرياضه بيلعب رياضه بس يا كده، وفي لعيب بيلعب رياضه للمنافسه يبقى بطل، وفي لعيب عنده طموح يبقى بطل عالم. قدرات اللعيب بتحدد قدراته، بتحدد انا هروح معاه لغايه فين. ايوه، وسن الاعتزال هل ليه سن زي في لعيبه اي رياضه يعني؟ يعني في الكروجي مثلا، في الكروجي اللي هي لعبه الضرب ديت لغايه 28 29 30 ده يبقى كبر كده خلاص يعني. ايوه 30 ده 30 اقصى حاجه. لكن البومزه ممكن يقعد يلعب لغايه 70 سنه يعني. ايوه البومزه اللي لعبتها رؤى ديت لغايه 70 سنه يلعب بومزه، لان مش عايز مجهود عضلي كبير، ومش عايز يعني بنلاقي في البومزه ناس عندهم 70 سنه بيلعبوا، ناس عندهم 70 سنه بيلعبوا. بالعكس في اوروبا بيعملوا حاجه، لكن انا على ما اعتقد ان البومزه ملهاش شعبيه قوي في مصر. لا هي ليها مش ملهاش، ليها شعبيه ليها لكن في حاجه بيعملوها في اوروبا لزياده دلوقتي، ان ممكن تلاقي اسره بتلعب حاجه بتلعب تايكوندو اسره، فبيلعبوا حاجه اسمها بير، الزوج والزوجه بيلعبوا مع بعض، بينزلوا يلعبوا مع بعض الاثنين بيقدوا بومزه بير وتلاقي مثلا اسره الزوج والزوجه والاولاد بيعملوا تيم بيلعبوا مع بعض بيقدوا بومزه مع بعض. ايوه فده اللي مخلي. وهنا على فكره في مصر بتطلع رياضات برضو يعني بيطلق عليها موضه. ايوه كيك بوكسنج مش عارفه. بتطلع برضه رياضات، هي دي حاجات موضه يعني، حاجات بتظهر وتختفي يعني. هم بيعمل يعني اللي بيمارسها كنوع من انواع الرياضه. أيه. عشان الرشاقه، عشان تناسق الجسم بالزبط. مش علشان ان هو هيحترفها كرياضه بالزبط. يعني. أيه. يعني نرجع نقول لو في اي مشاكل متعلقه بالمدربين في مصر، علشان اي لعبه علشان نحقق فيها انجازات لازم بصفه اولى نهتم طبعا باللاعب، نهتم بالمدرب ونعرف ايه مشاكله. فهل ممكن نلخص قبل ما ننهي ايه المشاكل اللي انت عايز تقولها وبيعاني منها مدرب التايكوندو في مصر؟ لا هي مش مشاكل قد ما هي نفس الاتحاد اللعبه يشمل المدربين بالرعايه، اللي هي ان يوديهم دورات دوليه بره مصر كتير، واكبر عدد من المدربين يطلع بره مصر يشارك في دورات. ده هتفرق كتير في انه نقل الخبرات للعيبه. هو المدرب لما بيكتسب خبرات مش بيكتسبها لنفسه، بيكسبها عشان ينقلها للعيبه في الاخر. ايه. فلما عنده معلومه كويسه بيجي ينقلها للعيبه، فنقل المعلومه دي لمصر كلها. فهو ده اللي انا اتمنى مثلا ان شاء الله. ونرجع نقول ان حاجه جميله جدا مره تانية ان مدرب مع الاسره يبقى العلاقه كده، واضح من كلامك انك بتقول انا ببقى على صله باسره اللاعب عشان اقول لهم يعني هو محتاج ايه بالزبط. عشان يوصل عشان بالزبط. يتقدم بالزبط. فنقول ده شرط ها، مش شرط يكون... الموضوع بيبدا لا او حاجه مهمه يعني حاجه مهمه شرط بالظبط حاجه مهمه طبعا يكون في تواصل ما بين المدرب والاسره. على فكره حتى بين المدرس والاسره طبعا. بين اي طرفين هم طبعاً. في الاخر مسؤولين عن اولاد وعن جيل بالظبط، مهم قوي التواصل بينهم بالظبط. بشكرك كابتن علاء يعني مش بس على مجهودك في الرعايه الرياضيه لكن على الاهتمام نفسه والحب اللي بتتكلم بيه عن لعبه التايكوندو وعن محمد. محمد عايزين نشوفك على الاقل بطل العالم، مش بطل اولمبي لكن على الاقل بطل العالم، وهنتابعك في ان شاء الله البطوله اللي هتعقد في شرم الشيخ في شهر 8 القادم. وداخل تصفيات دلوقتي، وداخل تصفيات عايزينك توصل كمان اسبوع بالتوفيق يا محمد ان شاء الله، عايزينك توصل لمركز متقدم ان شاء الله. ونبارك ونسمع كل خير ونتابع اللقاء ده بلقاء تكون معاك بقى. انا شايفه ميداليه هنا، ممكن نقول بسرعه قبل النهايه، ادي ميداليه وشهاده. دي الميداليه دي امسكها، ممكن توريها لنا دي ايه؟ اهي دي الميداليه، دي خدتها في البطوله اللي فاتت. دي أيوة. فضه. ايوه خدت فضيه. الميداليه الفضيه في بطوله العالم، بطوله الجمهوريه. في طيب مبروك، جايه متاخره بس مبروك ان شاء الله. اللي جاي دهب يعني، اللي جاي دهب ان شاء الله. ان شاء الله رؤى استمر يا رؤى، على انت اولا ضحكتك جميله جدا وهتبقي احلى لاعبه تايكوندو ان شاء الله في مصر. برافو عليكي. وبشكر حضرتك استاذ شريف جلال، بشكر حضرتك استاذه امال، شكرا. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم، حلقه جديده، اسره جديده، وبيت العيله.